لين بعد ما قرر مغادرة الترجي الرياضي التونسي والتوقيع أكيد في البطولة التركية. الشواء متاع بالنسبة لي أنا وجهة نظر متاعي وعليش حديثه في الوفسايت على خاطر غيلين بالنسبة لي أنا بعد رندموري قدمه في كوب دافريك وبعد الجرينتا بعد جاتوزو الترجي الرياضي التونسي في يوم الأيام يستحق أنه يكون في كيب أحسن برشة من البطولة التركية أحسن بيسر من الفريق اللي مشاله وخاصة في العمر اللي هو فيه. ربي يوفق غيلين الشعليلي ولكن بالنسبة لي أنا غيلين اليوم في الوفسايت على خاطر الشواء متاعه خاطئ جدا جدا جدا. باش نكون اقل قسوه منك امير باش نقول اللي عندي انا مش حكايه خاطئ ولا مش خاطئ كيما قلت لك ما نعرفوش باش يصير ونجم يكون احسن ملاعب باش يحترف في تاريخ تونس ربي يوجهه خير ولكن يزينا من هالجمعيات سمعني بالكلمه اشتر الباس امير نقعد في الترجي وكاهو سمحني نقعد في النجم الرياضي الساهلي نقعد في النادي الافريقي نقعد في السي اس اس عليه نمشيو الجمعيه كيما ماتاليا هذه اسمها ماتاليا سبور ولا والله انا عرفتها راه ماتاليا باش عرفتها به هو معناتها والله انا نعرفها ولا الناس نسمع بها اصلا معناتها نعرفوا برشا جمعيات في تركيا تو كازيري سبور اللي مشى لها عبد النور سي فريكو طاح في المستوى ويلزمو يتيح على خاطر عنده عامين يتفرج في الكوره مش قادر يلعب ولكن يقعد ديما نعرفوه كازيري سبور حتى في تونس نعرفوه نبقى في الشعلاء يزيونا اي يزيونا من الاسامي هذوما ماذا بينا كان راو جواريت تلعب وكيما رياض محرز كيما صلاح راو جواريت تلعب في جمعيات كبيرة في جمعيات تلعب تشامبيونز ليج تلعب أوروبا ليج تلعب الأدوار الأولى في الدور في الأقوى البطولات الأوروبية معناتها الاختيار هذا نجم يكون صعب ولكن أنا مراهش معناتها مراهش صعب كيما قلت أمير راه اللي أنا الملاعبي اللي باش يمشي لجمعيات من نوع هذايا كان يفركس على الفلوس سامحوني في الكلمة وعلى الماديات يمشي الخليج ديريكتومون كان يفركس على الأوروب وعلى الكورة هادي يقعد في تونس خير لا كيما اش نقولوا ديزون ما جيتوش فرنسا والمانيا جاتو كان تركيا سيتي نعطيوك نحكيو على الشعليلي تو نحكيو بصفه عامه معناتها تو الشعليلي خذيته باش نحكي على باش ما نقعدوش ديما نحكيو على الشعليلي ومن بعد يطلعوا لنا هو في الاوفسايد اليوم هو اللي معاك هو اللي خلينا نخلطوا الموضوع هذايا انا عليه معاك انت اخترت الاوفسايد الشعليلي مش على الشوا وعلى خاطر الاسم تاع الجمعيه مش هو امير معناتها سيفيري عنده نونت وفريبور نغمض عيني ونمشي نونت انا شخصيا نغمض عيني ونمشي لفريبور انا بدي شخصيا نكلم زبير بيا نكلم عادل السليمي كلم مهدي بن سليمان جواريت اللي لعبت في فريبور شنو الجو غاديكا ندخل على الانترنت نونت معروفه لعب فيها عادل السليمي كلم عادل السليمي زاده انا جمعيات اللي مشينا لهم جواريت توينس قبل هما جمعيات يلعبوا في المانيا وفي فرنسا شنو وصلنا لتركيا ومالاتيا ولا متى مع كل احتراماتي مشكلتي في اسم الجمعيه مش في الملاعب واضح غيلان ولا الملقب بجوجو ان شاء الله ربي يوفقك ان شاء الله تلقى بلاصه تلقى ثنيتك ولكن